محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، قدوتنا ورسولنا الكريم الذي جعله الله تعالى هاديا وبشيرا. ففي هذا الفيديو سنعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة دقائق معدودة، حيث سنتعرف على صفات الرسول الخلقية والخلقية. لذا تابعوا معنا للنهاية، ولا تنسوا كتابة تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف عدد المسلمين الذين شاهدوا الفيديو. رسالة الإيمان بجديدنا، نصل إن شاء الله إلى الإحسان. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يصفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفات الحسنة. فأحدهم وهو البراء بن عازب كان يصفه بقوله: لم أر شيئا قط أحسن منه. فكان لون بشرة الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض مائلا للحمرة. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يصف لون بشرته بأنه عليه الصلاة والسلام أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق ولا آدم. أما عن ملامح وجهه الكريم الشريف، فقد وصف الصحابة العديد من الأوصاف التي تدل على جماله عليه الصلاة والسلام. ومن ضمن الأوصاف ما قاله أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وكذلك وصف كعب بن مالك رضي الله عنه حينما قال: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة من القمر، وكنا نعرف ذلك منه. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الفم واسع العينين، حيث قال عنه جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العين منهوس العقبين. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسط القامة، ليس بالقصير ولا شديد الطول. وهذا ما قاله البراء بن عازب رضي الله عنه، فقد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. وكان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد السواد، وليس بالجعد القطط ولا الناعم المسترسل، وطول شعره يبلغ شحمة أذنيه، وكان يوجد خاتم النبوة بين كتفيه وكأنه شامة بارزة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصف بطيب الرائحة، حيث قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسولنا الكريم يتميز بالفصاحة وعذوبة المنطق، فقد وصف ابن القيم جمال لغة ومنطق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن كلامه يأخذ القلوب ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعد العاد، ليس بهذا مسرع ولا يحفظ ولا منقطع السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أفضل الهدي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه عظيمة، وكان خلقه القرآن. وتميز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق في جميع أقواله وأحواله وأفعاله، وكان متواضعا شجاعا رحيما بالناس، كريما دائم البشر، يصفح ويعفو عن الناس. كما أنه كان يتصف بالعدل، فحبيبنا ورسولنا الكريم هو أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام في الصورة والهيئة والكلام والأفعال والأخلاق. فاللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.